السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف أمير؟ يا أهلا ومرحبا. أنا علي حكيت معك امبارح، الصراحة دورت في الموضوع وإن شاء الله لقيت الإجابة بحول الله. في أي موضوع؟ ماذا استفادت الأمة؟ موضوع ماذا استفادت الأمة ولماذا الرسول يلعن بدون حق؟ جيد، تفضل. من وين جنب؟ أوكي، الرسول عندنا غير معصوم صح ولا لا؟ عندنا احنا السنة غير معصوم. نعم، من وين جنابك انت اولا؟ انا من تونس. حكيت معك البارح. من تونس، يا هلا بك، يا اهلا ومرحبا. نعم، الرسول غير معصوم ويخطئ في قوله، يعني مو بس يخطئ، يلعب لعب. كمل. اوكي اسمعني، راح اعطيك بس مثل صغير. لا ما انت عندك ابناء. لا 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 انت عندك لا 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 توقف. لا بس. لا 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 ما راح اعطيك مثل، بس استنى. اي انا كل شيء اعرف، انا كل شيء اعرفه عن نبيك انت حتقول لي؟ ما انا عارف، ما انا عارف. منكم الرسول راه غير حق، مو يعني الانسان هذاك ما فعل ولا شيء، مو يعني مثل ما تحكي انت انه يطلع بالشارع يسبسب في الناس. يعني انه هو يعلم الغيب، يعني لو ظن فيه انه هو فعل معصيه ولا فعل شيء يسبق فيكون ظنه ظن حسن أم ظن سوء؟ مستبسن مو هو لو ظن أن فعل شيء أو سمع عليه أن فعل شيء ولعن، فظنه حينما سب فلان ظن حسن أم ظن سوء؟ اسمع أنت شدتني بكلمة ظنه. يعني هو لو مثال سمع على واحد من الصحابة فعل شيء. انت مو قلت ما معصوم، قول ظن سوء. انتم دقيقة انزل المي حتى ما يوقع. انتم ليش تستحون من نبيكم؟ ليش تخجلون؟ ما نستحي من نبينا، ما نستحي. طيب هو انسان ما معصوم ويصير عنده ظن سوء، اكو مشكلة؟ ما في مشكلة. طيب ان شاء الله خلاص، ايش بيك لعد ليش قبل قليل ترجف وما تقبل، ما تقبل تنطق؟ ليش قبل قليل ما تقبل تنطق الشهاده؟ ليش؟ اسمع لا خجلانين، انتم مفاجئيني والله، صدمتوني يعني بصراحه. يعني يوم اللي كنتم لاعبين لعبه 1400 سنه، اسول سنه يمي، تخجلون تطلعون عقيدتكم وتخجلون. تخجلون انسان ما معصوم يصير عنده ظن سوء ولا ما يصير؟ يصير. ما تقول ترجف، تقول ما معصوم بس ما تقول يكون يصير عنده ظن سوء، كأنما تريد تطيع عصمه انه لا يكون عنده ظن سوء. رجال ما معصوم يصير عنده ظن سوء، ايش بيك ما تنطقه؟ ايش بيك؟ اسمع بس، هو ما يسب مثل ما تحكي عليه انت، ما يسب يعني الناس هالهامش، لو ظن او سمع عليه او شيء، يعني يا الانسان هذاك كان على حق. يا اخي ربي يغفر لك، مش اي انسان يعني كما مثل ما تحكي انت، اي انسان باش يجي يسبق ولا خارج في الشارع يسبسب في الناس، مو هيك القضيه. يا القضيه ان اذا سمع عنه شيء، بس دقيقه لو سمحت، دقيقه. سبه الان سبه بسوء، سبه بظن سوء ام بظن حسن؟ بظن سوء. ظن سوء، حلو، الآن هذه حلوة. ظن سوء، جيد. أسمع. جيد، فحينما ظن بالناس سوءا وإن بعض الظن إثم. ظن إثم، عارفين، أما هو ما ظن، يعني حتى لو شيلها كلمة ظن، أنت شديت ظن، شيلها كلمة ظن، لو مثال فلان سمع عليه من أصحاب الأخرين وطلع بعد ما سوى شيء. يا بعيني، طلع هو ما سوى شيء. عينيهم يا حفص. عينيهم. وشو تستفاد الأمة يعني من سب؟ لازم كل شيء يعني فعل الرسول لازم كلها تستفاد منه الأمة؟ لا، مو كل شيء لازم نستفاد من عنده. لا، هو وين بيستفاد؟ استفادة منه 10% و90% هيجي. ظنسو عليه، ضرب عليك، هاي سب عليك. اسمع. شو استفادت الأمة من الأئمة الاثنى عشر؟ إنه ما اعتقدنا بهذا نبيك اللي ظن سوء، اعتقدنا بنبي معصوم. أعطيني شيء. روح هذا روح خلاص بعد. خلص. هو هذا الجواب.
استفدنا من الأئمة الاثنى عشر أننا اعتقدنا بنبي معصوم، حيث بينما أنت بالمقابل اعتقدت بنبي مجنون يضرب ويدعو الناس ويدعو على بنت يتيمة بلا ذنب. هذه أعظم استفادة من الأئمة حفظ بها نبي الإسلام. هذه خلص أنت انت متبرئ من كتبك كلها. هو نعم انت متبرئ وانت مش انت، هو انت مش انت وانت ما مصدق بالدستور قيس سعيد. وقع على وافق على هذا قيس سعيد، زين وافق عليه. الدين اكتمل، الدين اكتمل مع محمد الدين. مش اكتمل مع عائشة بالبيت. شكرا لك، مع السلامة. قام يخطب، ايش بيك؟ مو انت متصل وجايب جواب، وعلى الاساس البارحة رحت. ايش قد حلو اتصالك بالبداية، ايش قد حلو والله العظيم. لكن من اعتقدت انه نبيك يظن ظن سوء، بعدين جتك الكفخة الحيدرية وبعض الظن اثم، خربطت قفزت على الائمة. سبحان الله سبحان الله. العار داكم دق، وحق العباس ابو فاضل داكم دق العار دق. لعب بيكم لعب هاي القناة، خلوها سكتة لا تحجون لا تحجون، خلوها العار داكم دق. يعني انت الان اتصلت بي قلت انا بحثيت وجبت جواب علمي، تفضل جبتها منا حطيتها منا كبستكاني. وين بالظن؟ ما قبلت تقول كلمة ظن سوء ثقيلة عليك، دقيتك على راسك خليتك تقولها رغما على انفك. بعدين قدمت لك بعض الظن اسم كفر، بعض الظن ان بعض الظن اثم، كفرت وين حولت على الائمة المعصوم عندكم. منتهين والله، والله العظيم وضعيتكم انتهت قسما بالله، والله وضعيتكم كلها انتهت خلاص، بعد دينكم انتهى، خلاص انتهى انضرب، بعد انضرب ضربة قاضية دينكم.